أم سلمة فاسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة من بني مخزوم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 للهجرة، وقيل سنة 3، وذلك بعدما توفي زوجها أبو سلمة، وأرشد عليها الصلاة والسلام أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فقالت: ومن هو خير من أبي سلمة؟ فأخلفها الله عز وجل بأفضل من أبي سلمة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في سيرتها أنها قالت لما خطبها عليه الصلاة والسلام، قالت: إني لا تغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو الله لك أن يذهبها عنك. وقالت: إني ذات أولاد، قال عليه الصلاة والسلام: أولادك أولاد لي، أو نحو من هذا. توفيت سنة 62 للهجرة رضي الله عنها.